إلى الدوري الإيطالي قبل أن نختم. أمين، روما سيرحل لمواجهة نابولي، كبرياء روما لا يمكن أبدا الاقتراب من هذا الأسبوع، قدم مباراة كبيرة في دوري المؤتمرات. مورينيو يريد لاعبين برتبة محاربين. أكيد هذه عقلية المدرب جوزي مورينيو التي يريد أن ينقلها دائما إلى لاعبيه في الفرق التي يدربها. الآن مباراة متباينة بين نابولي الذي أول مجروح على أرضه وأمام جماهيره في المباراة الأخيرة أمام فيورنتينا، خسر بثلاثية لهدفين، وروما العائد بقوة في المباريات الأخيرة سواء في الدوري أو في دوري المؤتمرات بريمونتادا كبيرة، فاز على بودو غليمت النرويجي برباعية كاملة، رباعية نظيفة سجلها سانيولو ثلاثية وأبراهام الذي افتتح باب التسجيل بعدما خسر في لقاء الذهاب بهدفين لهدف. الآن معنويا الكفة تميل لصالح روما، ولكن عامل الأرض والجمهور يميل لصالح نابولي، ونابولي أيضا يريد أن يتشبث بأمل التتويج بالدوري الإيطالي. في المقابل روما أيضا يريد التشبث بأمل مشاركة في رابطة أبطال أوروبا. طبيعة الحال مقابلة صعبة جدا خاصة للطرفين، رغم أنه ممكن تميل الكفة، أنا نظن تميل الكفة لنابولي أكثر، أنه فريق ما راحش يخسر مقابلتين مهمتين في أسبوع واحد، خسر مرة فات مع فيورنتينا وكان الأجدر أنه يفوز بها ويكون في المرتبة الأولى. الخطر نظن بلي لو ما فاز، لو خسر أو تعادل بلي حتى البطولات تقدر تهرب عليه شوية. شكرا جزيلا لك عمار عمار. أمين بن جابير سعدنا بوجودك معنا اليوم، شكرا. شكرا لك محمد وحي. فقط صديقي حسين بن سنوسي، دحمان بافو، و شكون اللي كان معهم والصاوني تاني عندما وجابر صادق أيضا كانوا في ثلاثة والصاوني باش ما ننسح. شكرا عمار، بارك الله فيك. شكرا، صحة صحركم. مسك الختام محمد قاسي سعيد، صحة صحركم. بك نقول من المقابلة الجاية تأسيتي ريال مدريد نقول مسبقا هارد لك. سلم لي على مدينة. قال هذا هو اللي قال بلنا شبه وطني لازم عندكم. شكرا جزيلا لكم، شكرا. بارك الله فيكم، صحة صحوركم. مشاهدي الأفاضل، لم يبقى لي في الأخير إلا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكأس الأمريكية الجنوبية عن تاريخ ليو ميسي وبقية نجوم الأرجنتين. هذا البرنامج قدم لكم برعاية كابا بلونكو.